السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. شرحت لكم في الحلقة السابقة طريقة تنزيل وتثبيت وكذلك التسجيل في موقع سبوتيفاي وتطبيق سبوتيفاي الخاص بالموسيقى، والذي قلت إنه يشبه الشبكة الاجتماعية مخصصة للموسيقى. طبعا التطبيق محجوب عن دول العربية أو دول الوطن العربي، وأريدكم طريقة استعماله بدون أي مشاكل. ووعدت أيضا مستخدمي هواتف iOS أو أجهزة آيفون بأنهم سيستطيعون بعد هذه وبعد تلك الحلقة، يعني في هذه الحلقة، بأنهم سيستطيعون استخدام البرنامج في نسخة المدفوعة أو البريمير مجانا. طبعا قبل المرور إلى الشرح مباشرة، الطريقة تحتاج إلى جيلبريك. إذا لم يكن لديك جيلبريك، يمكنك متابعة الحلقة التي تطرقت فيها إلى طريقة عمل جيلبريك لأجهزة iOS 8.3 وكذلك 8.4. سوف تجد رابط الشرح لكلا النظامين وكلا الإصدارين أسفل الفيديو. الآن نمر إلى الشرح مباشرة. أتمنى منك التركيز والانتباه جيدا ورجوع إلي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا المشاهد الكريم، في البداية وأول شيء ستقوم به هو حذف تطبيق سبوتيفاي من هاتفك. تقوم بمسحه هكذا، وبعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى السيديا. أولا ستضيف السورس هاك يور آيفون. إذا لم يكن لديك في السيديا، هذا هو السورس، سوف تجده أسفل الفيديو. ستقوم بنسخه وإضافته مباشرة إلى السيديا لديك. بعد ذلك ستنتقل إلى أيقونة البحث في السيديا، وتقوم بالبحث عن الأداة بيداي سبوتيفاي كما ترى أمامك. تأكد أنها من السورس هاك يور آيفون، قم بتنزيلها وتثبيتها. بعد ذلك ستبحث عن الأداة. طبعا أداة، هذه الأداة تسمح لك بتنزيل الإصدار البريمير من تطبيق بيوتيفاي. أما أداة الأب ساينس التي ستقوم بتنزيلها الآن، وأيضا تأكد من أنها من السورس هاك يور آيفون، ستسمح بتنزيل التطبيقات التي ليست تابعة لحسابك في الآي كلاود. يعني أن تطبيق البريمير لم تقم بتنزيله أو تحميله من الآي كلاود أو تطبيق الأب ستور الخاص بك، فهذه الأداة مهمة جدا. أداة الأب ساينس، تأكد أنها من السورس هاك يور آيفون كما ترى أمامك، وأيضا أداة البي داي سبوتيفاي كما أريتكم قبل هذه الأداة. إذا تقوم بتحميل هذين الأداتين، بعد ذلك ستنتقل إلى حاسوبك. سأدخل أولا إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أيضا أسفل الفيديو. ستقوم بتحميل التطبيق البريمير المدفوع سبوتيفاي في 2.4.0. تضغط هنا على داونلود. طبعا تحمل ميديا فاير، حجم التطبيق 44 ميجا فقط، تقوم بتحميله. وأيضا ستنتقل إلى هذا الرابط لتحميل برنامج الآي تولز، تقوم فقط بالضغط هنا على تحميل. الآن وبعد تحميل البرنامجين، تقوم بفتح تطبيق الآي تولز، وتقوم بتوصيل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود بالحاسوب عبر كيبل اليو اس بي. بعد ذلك ستنتقل إلى الابليكيشنز، وتقوم بالضغط على انستول، وتختار التطبيق الذي قمت بتنزيله من الميديا فاير. تقوم بالضغط عليه هكذا كما ترى أمامك. طبعا كما رأيتم هنا تويتر، بيكسلر، بامبوزر، كلهم تابعات لحسابي في الأب ستور، إلا هذا التطبيق هو ويدو آت آيفون كيك، أو يعني التطبيق يعني ليس في حسابك. فأداة الأب ساينس وظيفتها تكمن هنا، أنها ستسمح للتطبيق بالتثبيت. إذا لم تقوم بتنزيل أداة الأب ساينس، فلن يتم تثبيت التطبيق. هنا كما ترى أمامك تم تحميل التطبيق وظهر لي في الشاشة على هاتف الآيفون. أقوم بالدخول إليه هكذا كما ترى أمامك، والضغط على لوك إن، الضغط بعد ذلك على لوك إن ويت فيسبوك. كما ترى أمامك لم أستعمل VPN لأنني قمت بالتسجيل مسبقا، فتماما وفورا أستطيع الولوج إلى التطبيق تطبيق سبوتيفاي. الآن للتأكد من النسخة بريمير ومدفوعة، ستذهب هنا إلى هذا الخيار، وبعد ذلك إلى السيتينجز.
بعد ذلك ستضغط على أكاونت وتظهر لك كلمة بريمير مشاهدي الكريم، أي إن التطبيق مدفوع يمكنك استخدامه بكل سهولة طبعا كما ترى أمامك الراديو. إذا نبهت إلى الراديو وتختار الراديو وتختار يعني القناة وكذلك نوع الموسيقى الذي تريد الاستماع لها هيب هوب كما ترى أمامك العديد من الأنواع، والضغط على أي قناة والاستماع لها. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك يظهر الآن أسفل الفيديو، كذلك زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر علي قبل نهاية الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة th3bw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.